أنا لما دخلت مرت عليا في صفحة الفيسبوك وفاق ستيف يحضر ويستعرض طقمه للمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب. بقدر ما أفرحتني هذه الكلمات بقدر ما أحزنتني. أفرحتني لماذا؟ لأنها تكلمت عن العالمي، هذا العالمي اللي يتعرض للحقرة، نقدر نقول يتعرض للحقرة. تخيل لحد الآن بعد مرور عدة جولات يحتل المرتبة الخامسة بدون ممول. تمويل هذا راح لفرق وفرق ما راحش لها. وفاق ستيف هذا في سنة 1987 أحيكت ضده 1988 أحيكت ضده مسرحية وأنزل إلى القسم الثاني، لكنه تحدى الصعاب وهو في القسم الثاني وفاز بكأس إفريقيا، ثم فاز بعدها بكأس الأفرو آسيوية أمام العملاق آنذاك الأهلي المصري. ثم في سنة 2014 أحيكت ضده مسرحية كذلك، حيث تدخل آنذاك رئيس الاتحادية السيد محمد روروا وقال له ما تشاركوش في كأس إفريقيا. لكن احنا في ستيف عندنا العناد، كي نعولوا على حاجة نجيبوها بالعناد. شاركنا في كأس إفريقيا والحمد لله أول كأس إفريقيا بالنمط الجديد تدخل ستيف. بعدها فزنا على الأهلي المصري بالملعب المربوح هذا، ملعب تشاكر بالبوليدة أمام الأهلي المصري، فزنا بكأس السوبر الإفريقية.